مريم جالون نموذج موريتاني فريد من نوعه، نذرت نفسها وحياتها لخدمة الأطفال وانتشالهم من الضياع عبر مؤسسته الخاصة. وبوفاتها فقدت الأمة الموريتانية شخصية إنسانية لطالما سخرت حياتها لخدمة للوطن. الموريتانية تتقدم بهذه المناسبة بخالص العزاء لذوي الفقيدة وللشعب الموريتاني، وتخصص التقرير التالي لعرض حياة ومناقب هذه السيدة الفاضلة. بعض البشر تاركة خلفها نسيما عطرا ينير شذاه حياة الكثيرين، ومثل هؤلاء يفرد لهم كتاب التاريخ صفحات خاصة تكتب بأحرف من نور يتجاوز إشعاعها حدود المكان ومعطيات الزمان. مريم جالو إحدى القلة الذين أضاءت بصماتهم حياة العديدين ممن قست الحياة عليهم ولفظهم المجتمع خارج أسواره وتخلى عنهم القريب قبل البعيد. الحديث عن مريم جالو ليس أمرا سهلا، فهي امرأة عظيمة وأم حنون قامت بمواساة العديد من الأطفال على مدى عقدين من الزمن. قد لا يعرف الكثيرون بأن مريم عرفت اليتم مبكرا وعاشت فترات صعبة في كنف جدتها، وتعهدت في طفولتها بأن تعمل على الاهتمام بالأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة، وهو ما حققته بفضل الله. في عام 68 أو 900 ألف انشأت هذا المعهد الذي خرج ما بين 2000 إلى 3000 طفل، منهم من أصبح يحتل وظائف مهمة في الدولة، ومنهم من يوجد حاليا في أنحاء متفرقة من العالم. إنسانية مريم دفعتها لاختيار إحدى أنبل المهن على مر التاريخ، وهي أن تكون ممرضة. ولم تكتفي مريم بهذا العمل، فأنشأت مؤسسة خاصة احتضنت وخرجت أكثر من 2000 شخص وانتشلتهم من متاهات الضياع. الجميع يعلم أن مريم جالو كانت امرأة استثنائية، وبرحيلها فقدت الإنسانية. لقد كانت طوال حياتها أما للجميع، تتفقد الجميع وتساعد وتعطف على الجميع. لقد فقدناها حقيقة، لا أستطيع التعبير عن مدى حزني وحزن الجميع هنا. هي اللي جايبتني، عندي سنتين من السنغال جايبتني هنا، وهي اللي مربيتني ونعرفها حسينة وكريمة وناس كاملة لا تركتها. ولين تجي للدار هون ما تعرفي هذه منتها والله، ذي منت خوها والله، ذي منت يسوه، الناس كاملة هون واحد. رحل جسد مريم وبقيت أعمالها حاضرة في نفوس كل من اتسعت رحمتها وعاطفتها لهم. ففي داخل كل شخص مر عبر هذه الدار جزء من روح مريم وطيبة مريم وعطاء وقيم مريم. مريم أمنا جميعا، فقد قدمت الكثير لنا وسنحاول أن نتبع نهجها، فقد كانت امرأة رائعة ومميزة، وما تركته خلفها يجب أن يحافظ عليه. هي امرأة من طراز خاص، تعلمنا منها الكثير، لقد كانت تؤثر الآخرين علينا ونحن أبناؤها بالكثير من الأشياء، ولقد أدركنا معاني تلك الدروس التي قضت حياتها في تعليمها لنا بالفعل قبل القول. سنواصل المشوار بعدها، وسيبقى البيت مفتوحا كما أرادت دائما، رغم أننا ندرك أن مريم جالو شخص لن يتكرر. بعد أن أضنى جسدها طول الطريق وأنهكت قواها مشقة المسير، تدور عجلة الزمان بمريم جالو وتتوقف في 8 من هذا الشهر، معلنة معها نهاية حياة وسكون قلب لطالما حملت دقاته الخير الكثير.